أسبوع مختلف في السنة يشع منه النور نحو العالم من العتبة العباسية المقدسة. إنه أسبوع الإمامة الدولي الثاني بعنوان منهاج الأئمة في تربية الفرد والأمة، والذي يقام بالتزامن مع عيد الله الأكبر عيد الغدير الأغر، وتحت شعار النبوة والإمامة صنوان لا يفترقان. مؤتمرات متعددة بمشاركة أكثر من 14 دولة تتضمن بحوثاً قرآنية وعقائدية وفكرية واجتماعية من كل أنحاء العالم في سيرة الأئمة الأطهار، حيث وصلت إلى أكثر من 300 بحث عربي وأجنبي، إضافة إلى ورش علمية، محافل قرآنية، مسابقات فنية وأدبية، ومعارض فنية. كونوا معنا في أسبوع الإمامة الدولي الثاني من 20 ولغاية 27 من ذي الحجة.